في قربنا من منطقة هيك مثل الجزيرة اللي بتشوفوها هيك. سبحان الله. الجزيرة هاي عليها بيوت طبعا، يعني اذا بتلاحظوا هون في بيوت هون او مثل الهتة بيسموها هتة، يعني نحن بنسميها الشاليهات اللي بتكون على المي، بس هي كمان في عندهم شاليهات على الجبال او على الجزر فوق بتكون غير موضوع الشاليهات، يعني اللي نحن بنقصده دائما انه موجودة على الساحل. هيك شايفين ومساحة مو قليلة، من هون بلشت هلا قدام انا عم شوفها هيك شاسعة على قدام لسه. شايفين كيف هيك؟ سبحان الله، سبحان الخلاق. قديش المي هادية هون، شوفوا المناظر هيك شكلها حلوة، هدوء سكون. شوفوا البيوت، دائما الانسان ما بيقنع باللي هو فيه، يعني وقت يكون عايش بصخب المدينة وضجة الاجواء ويعني الدخان وبصير بقول يا ريتني انا بمناطق تكون هادية ما فيها ضجة وما فيها يعني سكان والى اخره، بس يجي على مناطق هادية بصيبه الملل والكآبة يعني وضيقة الاخلاق. فدائما الانسان ملول سريع الملل ويعني ما بيعجبه شيء، وانا واحد يعني من هالبشر اللي فيها هذا الطبع سبحان الله. ف ما بنقنع باللي كتبه لنا الله، دائما لازم نكون بتغيير مثل ما بده انا رب العالمين، يعني نحن الله سبحانه وتعالى بده انا نحن انه نتغير دائما ويكون في عنا تغيير لحتى نعمر هالارض. ما بعرف الا هيك اذا الصورة بعدها واضحة، ما عادت شفت انا منيح، ولكن هاي هيك